السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم دكاترة علاج طبيعي سنة أولى جامعة بنها عاملين إيه؟ أنا اسمي بنها جمال الدين في سنة تانية طب بشري، هشرح لكم إن شاء الله النهاردة محاضرة اسمها عنوان الاسكابيولو هيومر ريزم. بس هنوه عن حاجة كده قبل ما أبدأ في المحاضرة، إن يا شباب لو حد يعني مستعجل أو كده عشان الامتحانات، أنا عارف ربنا يعينكم والامتحانات بتاعتكم يعني، إن حاولوا تسرعوا الفيديو شوية، المحاضرة يمكن تفاصيلها كتير ويمكن فيها حشو كتير، لكن حاولنا بقدر المستطاع إن إحنا نشيل الحشو ونحط لكم دياجرامات كتير عشان تسهل وتوضح وتخفف عليكم، وان شاء الله تكون محاضرة خفيفة ولذيذة وربنا يوفقكم في امتحاناتكم. يلا نبدأ الشغل. بص يا سيدي، قبل كده ما اخش في تفاصيل المحاضرة هنعمل مجرد انتروداكشن كده، نفكركم بتفاصيل الاناتومي بتاع اللي احنا هنحتاجه النهارده. طبعا اكيد انا عارف ان انتم عارفينه وشاطرين، لكن تحت مبدأ بس كده ايه، واذكر، والدياجرامات شكلها لطيف قوي يعني. بص يا سيدي، ده كده ايه، ده الهيومرس، وادي ايه، ده الكلافيكل، وادي ايه الاسكابيولا. طيب وفي هنا يا سيدي في الاكروميون، ده اسمه ايه الاكروميون. طيب وده ايه يا سيدي، ده الكوراكويد بروسيس، ده ايه الكوراكويد بروسيس. ده كده اللي هنحتاجه في المحاضره بتاعتنا. وادي يا سيدي دي كده السايد فيو اوف جوينت اللي هو المفصل، دي كده اسمها ايه، اسمها جلينويد فصه. طيب وادي الكبسول بتاع الجوينت. طيب يلا نبدأ المحاضرة بسم الله. المحاضرة اسمها ايه؟ من اسمها كده بالراحة وتعالى نتكلم، اسمها سكابيولو هيومرال ريزم. طب بالراحة بس يا مهند كده، سكابيولو يعني سكابيولا، وهيومرال يعني هيومرس، وريزم يعني تناغم. يعني ايه؟ يعني ازاي السكابيولا والهيومرس يعملون في تناغم مع بعض، ازاي بيقوموا بوظيفتهم في تناغم مع بعض. زي ايه؟ لو انا كده عايز افتح محل في اتنين شركاء، مصطفى ومحمد، مصطفى ومحمد لازم يكونوا متفاهمين مع بعض ومتناغمين مع بعض وكميتهم زي بعض كده بالعربي عشان المحل يشتغل ويجيب ارباح ويبقى كويس، صح كده؟ ايوه صح يا مهند مظبوط. يبقى هو ده الشرح المحاضره بتاعتنا النهارده. طب وايه الهدف؟ الهدف من المحل، المحل يجيب فلوس وارباح ويكبر وكده. طب والهدف من الريزم بتاع السكابيولا والهيومرس؟ الاوبتيمال فانكشن اللي هو ايه، ان تقوم بالوظيفه بشكل مثالي بشكل جميل. طيب لو حصل مشكله في الريزم ده اللي هيحصل ببساطه كده، 1 زائد 1 يساوي 2. لو حصل مشكله في الريزم يحصل مشكله في الفانكشن في الوظيفه، فتبقى ايه، بيقول لك اسمها ديس فانكشن. ديس يا شباب يعني ايه؟ ديس يعني خلل، فانكشن يعني خلل في الوظيفه، فبيسبب لك حاجه اسمها ايه، اسمها بص اسمها ايه، اسمها سكابيولار ديس كاينيزيا. سكابيولار ديس كاينيزيا، سكابيولار يعني سكابيولا. طب وديس يعني خلل، وكاينيزيا يعني خلل في حركه السكابيولا اللي هي دي كده. وادي الهيومرس بنشرح اللي هو التعريف اللي هو ازاي الهيومرس والسكابيولا بيشتغلوا مع بعض. طب وايه الهدف من الموضوع ده؟ الهدف الاسمى هو زي ما انا كاتب لك حركه طبيعيه. طب الحركه مهندة هتتم بايه؟ الحركه هتتم بحاجتين يا بيه، اول حاجه العظم، تاني حاجه المسلز. طب تعالى نتكلم عن اول حاجه، الريتم ده الهدف منه ايه؟ بيقول لك ان هو اللاو جلينويد فصه تو مينتين جود بوزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيسمح للجلينويد فصه اللي انا قلت لك عليها اللي هي دي ب جود بوزيشن. يعني ايه؟ يعني وضع كويس اثناء الفيرس، اثناء الفيرس موشن، اثناء الحركات المختلفه تكون في وضع كويس يسمح بدون ما هي يحصل فيها انجري او كذا، وفي نفس الوقت تسمح بايه؟ تسمح بالحركه المناسبه اللي ربنا خلقنا عليها. طيب تاني حاجه يا سيدي، لما يكون العظم مترابطين مع بعض وفي كميتهم زي بعض يحصل ايه يا سيدي؟ المسل acting. بص كاتب كلمة ممتازة، بيقول لك produce shoulder motion، هو نسيت الـ ER، shoulder motion. لما العظم يكونوا متناغمين مع بعض، كمل بقى ايه الدايرة التانية اللي هي المسلز يكونوا متناغمين مع بعض، ونوصل للهدف الأسمى للريزم اللي هو ايه، حركة طبيعية. ماشي؟ يبقى احنا كده اتكلمنا هنا في السلايد دي عن الديفينيشن وعن البيربز بتاعه اللي هو ايه، الديفينيشن انتر اكشن ما بين السكابيولا والهيومرس، والفيرست اللي هو الجلينويد فيرست تكون في جود بوزيشن اثناء الحركات المختلفه، وان المسلز اكروس الجوينت بتكون متناغمين مع بعض برضو عشان ايه، عشان ينتجوا الحركه اللي احنا بنتكلم فيها. بص يا سيدي، بيقول لك تو كي موشنز كومبوننت اوف سكابيولو هيومرالزم. الله، بص بقى كاتب لك يا سيدي ايه، كاتب لك ان الكلام ده الكومبوننت او توكي موشن ده بيكون من جزئين. سكند بارت
اسف، فيرست بارت وسكند بارت. طيب انا بقى عملت لك ايه، عملت لك سكيم كده المعيه ان شاء الله هتعجبكم. تتلخبطوا بينها، انا لو منكم بذاكر تتلخبطوا بينها. كاتب في الفيرست بارت ايه؟ كاتب ابدكشن اوف جوينت باي سوبرز باي نيتس ماسل اند تندون اند دلتويد ماسل اند تندون. طب انا بقى ايه ظبطت لك الثانيه. بص اول ما تفتكر، عايز تفتكر كده وانت قاعد في الامتحان فيرست بارت، تفتكر اسود. طبعا كلكم مستغربين من الصورة دي، اسود يعني ايه اسود؟ بص الايه ابدكشن، والاس يو سوبرس باينيتس، والدي دولتويد ماسل مش هتنساه. طيب والسكند بارت ستر، ستر ربنا يسترنا يا جماعه، طبعا كلمه جميله ان شاء الله ربنا يسترنا. طيب الاس سيريتس انتير ماسل، والتي ترابيزيوس ماسل، والار روتيشن، والروتيشن بيكون ابورد. يبقى ظبطت لك الدنيا، افتكر اسود وستر، اسود ابدكشن سوبرس باينيتس ماسل دلتويد، السكند بارت، السكند بارت الاس ستر، الاس سيريتس انتير ماسل، التي ترابيزيوس ماسل، الار روتيشن بيكون ابورد روتيشن. ان شاء الله مش هتنساها، وعملت لك سكيما يعني قعدت افكر فيها لحد ما لقيتها لكم، ان شاء الله هتكون لطيفه وتكونوا استفدتوا منها. تعالى يا سيدي بقى ايه امبورتنس اوف ذيس، انا ايه اللي بستفاده من الرزم ده، وانا كاتب لك عليها ماذا لو، يعني ايه يعني ماذا لو فقدت الرزم ده. انا قلت لك في الاول كده كبدايه كلمه كده يقول لك يحصل ديس فانكشن، يعني يحصل خلل في الوظيفه، ده صحيح. بس تعالى بقى نتكلم بشكل مفصل شويه، بيقول لك لو حصل لونج ثوراتيك نيرف انجري. تعالى نشوف هو فين البتاع ده لحسن. بص كل حاجه بالدياجرامات وبالصور وبالسكيمات هتبقى واضحه. ادي يا سيدي اللونج ثوراتيك نيرف انجر اللي انا بعلم لكم عليه ده، اللي هو لون اصفر ده، ماشي على مين؟ ماشي على مين؟ ماشي على مين؟ ماشي على السيريتس انتير ماسل. بص كل حاجه واضحه. فايه اللي يحصل يا سيدي؟ بيقول لك ان السيريتس انتير ماسل مش هتقدر تقوم بالاكشن بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو الابورد روتيشن، مش هتقدر تقوم. ده طبيعي السيريتس انتير، ليه؟ لان اللونج سيريتس نيرف بيغذي السيريتس انتير، والسيريتس انتير اللي حصل انجري في النيرف يبقى مش هتعرف تقوم بوظيفتها اللي هي ايه ابورد روتيشن. فيحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ بيقول لك يحصل ان الهيومرس مي كومبرس اكروميوم بيرسس. تعالى كده اوريهولك في الرسمه دي، ادي الاكروميوم بيرسس راح فين، راح فين، راح فين؟ اهو اسف، الاكروميون اهو، الاكروميون بروسيس اهو اللي انا بكلمك عليه هيضغط على الهيومرس اللي هي دي. فتحصل ايه يا سيدي؟ يحصل حاجه غريبه قوي اسمها ايه؟ تعالى اوريها لك. اسمها بيقول لك روتيتور كاف ديس اوردر. يعني ايه؟ شايف انا عايز اوريك الاول الروتيتور كاف ماسلز، تعالى اوريها لك اهي، ادي الروتيتور كاف ماسلز. الروتيتور كاف ماسلز بنجمعها في كلمه سيتس اللي هي ايه سوبرس باينيتس انفيرس باينيتس تيرز ماير، مش مهم اسمائهم، بس انا عايز اوريك ان دي عباره عن ماسلز اللي هي ايه الروتيتور كاف ماسلز. طيب لو حصل بقى مشكله في الرزم ده، حصل لونج ثوراتيك نيرف انجري، هيحصل حاجه اسمها روتيتور كاف ديس اوردر. ديس اوردر يعني خلل، يعني حاجه مش طبيعيه. فبيسميها ايه يا سيدي؟ بيسميها ممكن بيقول لك روتيتور كاف تير. بص تير يعني ايه؟ تير يعني تمزق، تخيل ربنا يحفظنا جميعا. يعني روتيتور كاف تير اللي هو ايه؟ تمزق في العضلات بتاعتها، او روتيتور كاف ديس اوردر اللي هو السندروم اللي بنتكلم فيها دي. بص دي حاجه ايه؟ مش طبيعيه بتحصل، ونخلي بالنا منها. طيب ادي يا سيدي اول حاجه قلناها. تاني حاجه قلناها عن الامبورتنس اوف ريزم، ايه اللي يحصل برضه زي ما بقول لك، ماذا لو، ماذا لو حصل مشكله في الريزم ده، يحصل ايه؟ بيقول لك اسمها فروزن شولدر، فروزن فريزر. يعني يا دكتور فروزن، هو فروزر، فروزن معناها كلمه متجمد، بس هو مش قصد اللي هو تلج يعني، لا طبعا. بيقول لك ادهيزف كابسولايتس، يعني ادهيزف يعني لازقه، يعني تكون لازقه زي ما تكون لازقه زي ايه؟ زي التلج بالظبط. فبيقول لك ان الجليني هيوميرال ادهير تو اتسلف، بيلزق في بعضه كده، يلزق في بعضه كده. بص ده الطبيعي، جبت لك برضه ايه دايجرام لطيف. ادي ده النورمال شولدر جوينت، الشكل الطبيعي، لكن ده الفروزن، لدرجه ان الفروزن شولدر جوينت ده بيقول لك بيعمل سكار
تشو، يعني قشر كده، شايف بتبقى شكله ايه؟ شكله مش طبيعي. فبيحصل ايه؟ طبعا حاجه مش طبيعيه، يبقى الفانكشن مش هتقول مش هتحصل بشكل اوبتيمال، مش هتحصل بشكل مثالي، فيحصل يقول لك نوت فول موشن. يعني ايه؟ يعني الشولدر بصراحه يا مهند مش هيقدر يقوم بحركه كامله، مش هيقدر يقوم بايه؟ مش هيقدر يقوم بحركه كامله، فيحصل حاجه اسمها سب سيتويشن موشن. يعني ايه؟ يعني بالتناوب او بالاستبدال تو ذا اوبزيت سايد، زي الراجل ده كده زي ما بشرح لكم اهو، ده الراجل عنده ايه؟ عنده فروزن شولدر. بيحصل فيه بيحصل سبستويشن موشن تو ايه؟ الاوبزيت سايد، على الناحيه الثانيه كده. او بص بيقارن هنا ما بين الطبيعي وما بين الغير طبيعي بالنسبه بقى للفروزن شولدر. وادي برضو دياجرام تاني، ادي النورمال يا سيدي، النورمال شولدر، وادي الفروزن شولدر بقى لازق في بعضه، بقى ادهيزف في بعضه. انت من اسمها السن فروزن، يبقى ادهيزف، يبقى لازقين في بعض، يبقى مش هقدر اقوم نوت فول موشن، مش هقدر اقوم بالحركه بشكل كامل وبشكل مثالي وبشكل سهل. ماشي، يبقى انا كده الخص الكلمتين اللي انا قلتهم دول، ان الامبورتنس اوف ذيس ريزم ايه يا سيدي؟ اول كلمه، لو حصل لونج ثوراتيك نيرف انجري السيريتس انتير، مش هتقدر تقوم بالابورد روتيشن، فيحصل ايه يا سيدي؟ فيحصل روتيتور كاف سندروم او روتيتور كاف تير، تمزق في الروتيتور كاف مسل. طيب تاني حاجه، يحصل فروزن شولدر، يعني ايه؟ يعني ادهيزف كابسولايتس، يعني يكونوا لازقين في بعض، ما اقدرش اقوم بايه؟ بنوت فول موشن، مش هقدر اقوم بالحركه كامله. وادي الواد اهو بيعيط لانه بقى عنده ايه؟ بقى عنده الفروزن شولدر. سوري. تعالى يا سيدي، دي ايه؟ دي استراحة، لان احنا اتكلمنا كتير، انا هعمل لكم استراحتين عشان بصراحة المحاضرة تفاصيلها كتير، فانا ايه يعني هزار كده واستراحة عشان ما تزهقوش وتتضايقوا. بص يا سيدي، عندنا ده دايجرام كده، طبعا هو مش عليكم بس عشان ما حدش يتكلم، لو حد عنده فروزن شولدر ربنا يحفظنا جميعا، يقدر يقوم بيه بشوية تمارين كده. ده واحد اهو بيقوم بشولدر فليكشن، ده يا سيدي بيقول لك تول ستريتش، ده تمارين كده، تمام؟ ده حاجات لطيفة كده عشان ايه؟ ما تزهقوش وتتضايقوا، يبقى عشان ما تقولش ان انا حرمكم من حاجه. بس تعالى يا سيدي نخش في العنوان اللي بعد كده، اسمه ايه؟ كاركترز. كاركترز اوف ايه؟ اوف سكابيولو هيومر ليرزم، في الموضوع بتاعنا. فبيقول لك كلمه غريبه، يقول لك ايه؟ يقول لك كومن متر. كوم متر جاي من المتر، جاي ايه؟ من المتر، ان هو في بيقول لك فور اسيسنج ماسل فانكشن، يعني في تقييم حركه ووظيفه الماسلز، عشان ادي الماسل دي الختم ان هي بتقوم بوظيفتها مظبوط، ان ده بيقول لك كومن مترك، يعني بيستخدم في مثلا تقييم الوظيفه اللي بتقوم بيها المسلز وحركه الشولدر او حركه الشولدر جوينت اللي هو ايه؟ المفصل. طيب بعد كده مورس الزناتي بقى جه يشرح لنا الموضوع ده، فقال لك المدرسه بتاعته قالت له بص يا مورسي، السكابيول هيومر ليردم ده 3 دي، تسمع الكلمه دي انت كتير كده، يقول لك ده ما شاء الله ده عنده شاشه 3 دي. يعني ايه 3 دي؟ ثلاثي الابعاد. ثلاثي ايه؟ ثلاثي الابعاد. يقول لك كلمه مهمه قوي، كلمه المعيه، يقول لك ديورنج ارم اليفيشن. تعالى اوريك الاليفيشن، ما كل حاجه بالدياجرام، بيقول لك هنا لسه هقولها لك في سلايد ثانيه، يقول لك الدياجرام يسهل الكلام، الكلام بقى سهل. بص اهو ادي حركه الاليفيشن اللي احنا بنتكلم عنها. طيب يا سيدي، طب الاليفيشن ده بيقول لك بيشمل ايه؟ بيشمل شويه حاجات كده، تعالى ندردش مع بعض. يقول لك ابورد روتيشن، ادي الابورد روتيشن، ادي الابورد روتيشن عشان تتخيل. وايه تاني يا سيدي؟ يقول لك بوستير تيلتنج، اللي هي ايه؟ يعني مايل، يعني بشكل ايه؟ بشكل بوستير. وضيف عليها كمان ايه؟ الانترنال واكسترنال روتيشن. طيب الكلام ده بيعتمد على ايه يا سيدي؟ يعني الكلمه دي ممكن تيجي لك مثلا في سؤال او ام سي كيو او كذا، بيقول لك البلين والانجل بتاع الاليفيشن، الزاويه والمحور اللي بتتم من خلاله الاليفيشن، حركه الاليفيشن اللي انا وريتها لك. طيب برضو نفس القصه، لو حصل يا بيه خلل في الكلام ده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل خلل في الريزم، يعني ايه؟ كلمه ثانيه هي ديسترب. الكلام ده على فكره ما يتحفظش، يعني مش هتحفظ ايه؟ تحفظ ان هو دي الوظيفه بتاعته، لو ما مش بالوظيفه هتحصل ديستربد، هتبقى ديستربد، ما دي هتبقى ديستربد، يعني ايه؟ يعني ما تبقاش مظبوطه، هيحصل فيها ديس فانكشن، هتبقى مضطربه كده يعني. طيب فده يقول لك اسمها سبستويتنج
او سبستويشن، سوري سبستويشن اكتنج، يعني ايه دي اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو ايه اللي انا قلت لكم عليها هنا، اللي بتحصل في عمليه الفروزن شولدر، اللي هي ايه بيقول لك بالتناوب او بالاستبدال حركه يعني تو ذا اوبزيت سايد، ان هو مش قادر يقوم بالحركه على الجانب ده فيقوم بيها على الجانب الاخر، اللي هو ايه عشان كده سماها ايه السبستويشن اكتنج. هو ده الثري دي ولا مش الثري دي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ماشي يا شباب ماشي. دي خلاص كده قلناها ووضحناها، وان شاء الله تبقى واضحه وسهله بالنسبه لكم، اللي هي الحركه بتقوم ازاي. نيجي بقى للجدول العظيم الجبار ده. بص يا شباب الجدول ده مفيش يعني مفيش مني انا كواحد بشرح مجهود كبير بقوم بعمله، لان هو حفظ يعني حفظ صرف، هو مجرد عامل لك سمري للايفنت او الاحداث اللي بتحصل اثناء عمليه الابدكشن بالنسبه للشولدر جوينت. تعال اول نتخيل الابدكشن اللي هو ده، ادي حركه الابدكشن او البروتراكشن للشولدر جوينت، تمام. ايه بقى الايفنت اللي بيحصل يا سيدي؟ بص عشان بس ايه انا هقول لكم يعني طريقة، انا لو بذاكر هذاكر الارقام الاول بعد كده الحركات الاول، دي هتبقى سهله تمام. بالنسبه للجوينت اللي هو الاكرومو كلافيكولار جوينت ومش عارف الكلينيو هيومر جوينت، كل الكلام ده الجدول ده عشان تحفظوه، ده نصيحه مني، بورقه وقلم وتحفظوا الارقام الاول، ترصوا الارقام الاول بعد كده ترصوا الحركات الاول. طيب ترصوا ازاي الارقام؟ ركز معايا، 25 و35، 25 و35، هنا 30 برضو بس اقلب 5 و25 تمام، بعد كده تحت 30 30، يبقى الصفين دول 30 25 5، بعد كده 5 25، بعد كده 30 30. طيب بعدين يا سيدي هنا بقى 30 60 30 60، سهله اهي، 30 60 30 60، انزل اخر مربعين 60 120 60 120. طيب بعد كده يا سيدي عايزين بقى نحفظ ال بتاع ده، نحفظ الحركات، اول صف elevation، تاني صف upward rotation، تالت صف upward rotation برضو، رابع صف abduction abduction abduction. خلاص كده دي ايه، دي الايفنت اللي بتحصل اثناء عمليه الابدكشن في الشولدر جوينت، هي حفظ صرف يعني مفيش اي دور مني فيها، لكن انا حاولت اوضحها لكم. انا لو بذاكر اعملها سكيم كده هتكون سهله، تحفظ الارقام الاول بعد كده تحفظ الحركه. طيب يلا يا سيدي نتكلم في الانجلز بتاع الشولدر اللي مغلبنا ده، بيقول لك اسمها انكلينيشن اوف شولدر. يعني ايه انكلينيشن؟ يعني يكون مايل، يعني يكون ايه مايل. كاتب لك بقى ايه كلام كده، بس انا بقى ايه قلت لك كلمه المعيه تحطها حلقه في ودانك، الدياجرام بيسهل الكلام. الانجلز دي انا مش هخليك تحفظ كلمه فيها، امال هعمل ايه؟ هقول لك ترسم رسمتين خايبين كده واقلب الصفحه وخش في موضوع تاني ذاكره. بيقول لك يا سيدي، بيقول لك ان دي يا دكتور عباره عن الزاويه ما بين الهيومر الهيد اكسس دروين بريبنديكولار. بريبنديكولار دي كلمه ممكن نسالك فيها، يعني عمود يعني على الارتيكولار سيرفيس بلين، وايه ما بين مين ومين؟ ما بين الارتيكولار سيرفيس بلين وما بين الهيومرال شافت اكسس. تعال بقى نشوف الرسمه الالمعيه اللي انا هوضحها لك دي، ادي يا سيدي الهيومرال شافت اكسس، سهله اهي، وادي الارتيكولار سيرفيس بلين. صعبه دي ولا صعبه ولا اي حاجه؟ بيقول لك ان الانكلينيشن اللي هي ان الشولدر ده يحصل ميل ميل، يعني هو ده الزاويه ما بينهم. الزاويه بتكون كام يا مهند؟ بتكون من 130 ل 150. يبقى انت ترسم الرسمه اللطيفه دي ما بين الارتيكولار سيرفيس بلين والهيومر شيفت اكسس، وسهله ومن غير ما تقعد تحفظ، اصل هتحفظ ايه؟ لا الرسم اسهل بكتير. طيب تعال نخش على الثانيه، تورشن. يعني ايه تورشن؟ التواء الشولدر جوينت. كاتب كلام كتير قوي، ده باراجراف يخوف ولا يخوف ولا اي حاجه، برضه رسمه خايبه زي دي هتكتبها وتفتكرها في الامتحان ولا اي حاجه، ما تحفظش. هتحفظ ايه؟ ده كلام ايه كتير. بص بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان هو بيكون ما بين البروكسيمال اند ديستال ارتيكولار اكسس اوف هيومرس. لا انا بالرسمه اهي، ادي البروكسيمال هيومرال هيد، وادي الديستال ارتيكولار اكسس اوف هيومرس. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان دي زاويه التورشن،
بس يا سيدي ادي الانجل اللي بنتكلم عليها، التواء الشولدر جوينت. وبيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك يا سيدي ان هي بتكون انترسكشن اوف تو لاينز. بتعمل ايه؟ بيقول لك بايسكت، يعني تنصف الارتيكولار سيرفيس. ما كدبتش عليك، شايف الدايره دي؟ ادي الارتيكولار سيرفيس. مشي في النص ولا مش مشي في النص يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ صح كده، ترسم رسمه خايبه. بقول لك رسمه ايه؟ رسمه خايبه. وبيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان كلينيكال ليتشر از ميجرد ان اوف ذا دايركشن مش عارف ايه ريفيرد تو هيومر سيرتروفيرجن. انا قلت لك مش هتحفظ حاجة بإيه؟ بالدايجرام يسهل الكلام. بيقول لك يا سيدي أهو الـ opposite side اللي بتكلم عليها يحصل لي increased retroversion. بيقول لك retroversion، عارفين retroversion معناها بالعربي إيه؟ عارفين كده بالعربي يقول لك لما نسمع كلمة حتى في البيت يقول لك اكفيه على وشه، هو ده اسمها انكفاء، معناها إيه؟ أدي retroversion. يبقى الأنجلز بتاع الشولدر جوينت انا لما اجي هذاكرها يا دكتور هاجي اذاكرها بالدياجرامات، هرسم رسمتين خايبين ما بين الارتيكولار سيرفيس بلين والشيفت اكسس، واحط زاويه 135 و130 و150، وما انساش ان هي بتكون بيربنديكولار، بتكون عمودي على الارتيكولار سيرفيس. يبقى دي مش صعبه. ولما اجي هرسم الشولدر التورشن اوف شولدر جوينت، يعني اللي هي بتكون التواء بالنسبه للشولدر جوينت، هرسم برضو الرسمه الخايبه دي بروكسيمال وديستال، واحط ما بينها التورشن، واقول لك خلي بالك ان هي لما بتكون ناحيه الاوبزيت سايد بتكون اسمها ايه يا باشا؟ بتكون اسمها ريتروفيرجن. ان شاء الله مش هتنسوها عشان الدياجرام يسهل الكلام. الجلينيو هيومرال جوينت، شوف انا كاتب لك ايه بالعربي عليها، كاتب لك الزغلول الكبير. زغلول الكبير، ده المعلم الكبير، ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، ده اللي مسؤول عن الموبيليتي حركة ولارج رينج اوف موشن. شايف يقول لك لارج رينج، لارج رينج اوف موشن اللي هي ايه؟ الحركة، المسؤول عن عن كم كبير من او رينج. طبعا عارفين معناها كلمة رينج، يعني مش عارف اوصلها لكم بس اكيد عارفين معناها كلمة رينج. لكن يا سيدي الوظيفة الجبارة بتاعت الجلوني هيومر جوينت دي بيقول لك بتكون مسؤولة عن ستاتيك وديناميك كونتريبيوشنز. ستاتيك يعني تفتكر كلمة ستاتيك يعني سكون، وديناميك يعني حركة، يبقى مسؤول عن كونتريبيوشن بتكون ساكنة وبتكون متحركة. لا معلش وضح لي شوية حتة الديناميك والستاتيك دي عشان مش فاهمها، عيني اوضحها لك. بص يا جميل، ادي الديناميك البوينتر بتوه مني، ادي الديناميك الستابيلايزر. الديناميك ستابيلايزر اللي هو ايه يا سيدي؟ اللي هو روتيتور كاف ماسلز وبيري كابسولار سكابيولار ماسلز. تعالى كده بالراحه نوضحها عشان ما انتوش. هو بتقول يا دكتور مهند بتقول روتيتور كاف، عضلات الروتيتور كاف، وبيري يعني حوله، سكابيولار يعني حول السكابيولا. تعالى نوضحها لك. ادي عضلات الروتيتور كاف ماسلز اللي هي ايه؟ سوبر سباينيتس، انفر سباينيتس، تيرز ماينور، وساب سكابيولا. ادي العضلات اللي انا بتكلم، بنلخصها يا شباب في كلمه سيتس. سيتس، فهو بيقول لك ان الديناميك ستابيلايزر اللي بتساعد على الاستقرار بشكل ديناميكي بشكل متحرك، بتحرك العضلات اللي احنا بنتكلم فيها روتاتور كاف، والعضلات اللي حوالين السكابيولار، حوالين السكابيولا. طب تعالى بقى كلمني عن الستاتيك اللي هي الساكنه. يقول لك جيلينويد لابرم. لا معلش بروح علي اقول لك، عارفين لابرم؟ اول ما تفتكر كلمه لابرم افتكر كلمه شفه. يعني ايه؟ يعني شفه الجيلينويد فصه. بص هعلم لك عليه اهو، ادي اللابرم، ادي الاستاتيك ساكنه ستابيلايزر اللي بتشتغل على الزغلول الكبير الجلينيو هيرمال جوينت بتاع اللارج رينج اوف موشن بتاع الموبيلتي بشكل كبير. وادي الحاجات اللي احنا قلنا ان هو بيساهم في الشغل بتاعه، الستاتيك والديناميك. خلاص كده بقى اتوضح. تعالى يا سيدي بقى ايه نتكلم كده بشكل ايه، بشكل تاني، بشكل مفصل عن الروتيتور كاف ماسلز. بص انا جايب لك صوره ايه، صوره بيقول لك الجوكر ده المعلم اللي هو ايه الروتيتور كاف ماسلز. اول ما تفتكر تسمع كلمه روتيتور كاف ماسلز تفتكر كده ان دي كلمه الجوكر. يعني ايه الجوكر؟ شوف كاتب ايه، هو ده اللي بيدير اللعبه. سنتر ذا هيومرال هيد، يعني ايه؟ يعني بيعمل بيمركز، يعمل تمركز
للهيد بتاع الهيومرس في ايه؟ كونجرنت كونجرنت جلينويد فوسا، يعني ايه؟ بشكل متطابق، يخلي الهيومرس الهيد بتاعت الهيومرس متطابقين ماسكين في بعض كده في الجلينويد فوسا. طب وده حلو، ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه حلوه. ليه؟ ما هو ده هيخليني يا باشا اقوم بالموشن بشكل مثالي، بشكل اوبتيمال، اللي انا كلمتكم عنها في اول التعريف اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب وايه يا سيدي؟ وبيقول لك كمان ان هو بيخليها متمركزه وين ايه؟ وين الكبسولو ليجامنتس، اللي هو ايه الليجامنتس اللي في الكبسول ستراكشر ار لاكس. يعني ايه لاكس؟ لاكس يعني مترخيه، يعني لما الليجامنت تبقى مترخيه الروتاتور كاف يقول لها انا همركزك في الجلينويد فصة بشكل متطابق، بشكل زيمتريكالي، متماثلين كده مع بعض. طيب، طب وما تكون يا سيدي ازيمتريكالي يعني ايه؟ يعني نو. ايه يعني ايه؟ يعني نو. لما بتكون ازيمتريكالي ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك خلي بالك، بيقول لك ده غالبا بيحصل في الاكسترنال روتيشن، فبيقول لك بيكون في ترانسليشنز كده، يحصل تحولات كبيره كده في الحركه. يقول لك اكستريم اوف موشن، تحولات كبيره. طب والتحولات الكبيره دي مالهاش حاكم يعني؟ ده كل بيقول لك ايه اللي مالوش كبير يشتري له كبير. طيب والاكسسيف ترانسليشن اشترى مين كبير ليه؟ يقول لك ريستريكتد باي، شوف الكلمه الالمعيه اللي كتبها، ريستريكتد يعني صرامه، بيسيطر عليها بشكل صارم كده، اللي هو مين؟ الانفير جيلينيو هيومر ليجامنت. الليجامنت، ليجامنت طبعا انتوا عارفينها يعني اربطه، انا بقول بحاول اترجم لكم كل كلمه عشان الكلام يبقى سهل. الانفير جيلينيو هيومر ليجامنت اللي تحت انفير طبعا يعني تحت جلينيو هيومرال، الجلينيو يعني جلينويد فصة، هيومرال يعني هيومرس، يبقى الليجامنت اللي بيوصل ما بين الجلينويد فصة والهيومرس تحت انفير هو اللي مسؤول عن الاكسسيف ترانسليشن اثناء ايه يا سيدي؟ لما بيكون الحرق بتكون ازيمتريكالي، يعني مش متطابقين ومش متماثلين مع بعض. يقول لك اللي مالوش كبير اشترى الكبير، وهو اشترى الكبير ده. تمام كده؟ تمام. برضو ترجم تاني كده نوضح فيه الروتيتور كاف ماسلز قد ايه. الروتيتور كاف ماسلز ده بقول لك الجوكر، افتكر كده اول ما تفتكر، ما حطيت لك صوره الجوكر، الفيلم بتاع الجوكر، اول ما تفتكر كلمه روتيتور كاف افتكر الجوكر. شايف؟ شايف يا اخي الشكل؟ سبحان الله سبحان الله، في انفسكم افلا تبصرون. شايف الهيومرس ماسكه في الجلونات فصة بشكل جامد جدا ازاي؟ بفضل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في جسمنا عشان نقوم الحركه بشكل اوبتيمال، بشكل وعايز اقول لكم على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى الحاجات الخلق بتاعه، فبيقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. شوف يا اخي انت الانسان، مفيش اله بتوع الفيزياء يقول لك مفيش اله كفايتها توصل ل 100%، لكن الصنع ربنا للانسان كفاته 100% اوبتيمال فانكشن. الاستراحه الثانيه الحمد لله نستريح شويه للمحاضره، عشان انا وعدتكم ان انتوا هتستريحوا مره تانيه عشان المحاضره يعني تفاصيلها كتير وكده. بيقول لك افكت اوف تو ازاي يا سيدي؟ لما يكون عندي شولدر بين، لما يكون عندي وجع في الشولدر جوينت المفصل، ايه هي الحاجات اللي هي بتكون مسكنه يعني للموضوع؟ يقول لك شايف دي؟ شايفين اكيد حد عارف دي اسمها ايه باللغه المصري، يعني بنسميها القربه. فبيقول لك هيت ثيرابي، العلاج بشكل حراري يعني. بس ده طبعا ده مستو بيكون ايه يا شباب؟ ده طبعا مستو بيكون ان هو مش ادويه يعني. يقول لك كولد كومبريس، ممكن اللي هو تلج، ممكن تعمل لك مساج ثيرابي تظبط نفسك كده وتروق روحك. الاستراحه الثانيه خلصت اهو، بقى جايب لكم بابا نويل اهو، بيقول لكم ادي الهديه الثانيه بتاعتكم يا شباب، علاج طبيعي يا شاطرين يا ابطال، يلا نكمل احنا بنقول. بيقول لك رول اوف سكابيولا، ايه هو يا سيدي الدور المحوري التي تقوم به هذه السكابيولا؟ شوف كاتب لك كلمه مهمه، يقول لك is only attached to thorax. thorax انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ thorax اللي هو القفص الصدر، هو القفص الصدر. بيقول لك الاسكابيولا دي العظمه الوحيده اللي متصله بالثوركس من خلال الليجامنتس، من خلال ايه؟ الاربطه. الاربطه فين ده بالظبط يا سيدي؟ فين فين؟ قال لك في الاكروميو كلافيكولار جوينت. الاكروميو كلافيكولار جوينت، اكروميو اللي هو الاكروميون،
وكلافيكولار اللي هي كلافيكال، الجوينت المفصل اللي ما بين الاكروميون والكلافيكال، عشان الكلام يبقى واضح بالنسبه لك برضه. طيب الميكانيزم العبقريه دي بتعمل ايه يا سيدي؟ قال لك تبقى من خلال السيريتس انتير والسب سكابيولار. دكتور انا مش فاهم حاجه، امال انا جايب الدياجرامات دي ليه؟ امال انا قاعد بعمل ايه؟ ادي السكابيولا يا حبيبي، وادي السهم العبقري اللي بيعمل اتاشمنت ليها اهو، ادي السيريتس انتير ماسل اللي انا بقول لك عليه. وباين لك سيريت، حتى بص كاتب لك هنا سيريتس انتير ابر وسيريتس انتير لور، عشان يديك اشاره ان الموضوع ده بيتم من خلال الثوركس، من فوق ومن تحت، من فوق ومن ايه شاطرين، من فوق ومن تحت. يبقى عندنا رول اوف سكابيولا، لو جابها لك ام بي سي كيو ولا بتاع، انت عارف ان السكابيولا دي هي الوحيده اللي بتتصل بالثوركس من خلال الليجامنت اتاتشمنت، من خلال الاتاتشمنت بالنسبه للاربطه، في يا سيدي في انهي مفصل اللي قلت لك ما بين الاكروميون وما بين الكلافيكل اللي هو الاكروميو كلافيكولار جوينت. وان دي الميكانيزم دي بروفايدد باي الاتاتشمنت اوف ايه؟ اوف السيريتس انتير ماسل والسب سكابيولارز. وده طبعا 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 الميكانيزم دي بتخلي الاسكابيولا، شوف كاتب لك ايه؟ اسكولوس بروكزيمالي، اللي هو بتكون قريبه كده وبتحضن الثوركس زي ما قلت لك. بص بص بص، ادي الاسكابيولا وادي القفص الصدري، بص كانهم يعني بيحضنوا بعض كده. بسبب ايه؟ بسبب الاتاشمنت بتاع الليجامنت اللي احنا اتكلمنا فيه وبتاع المسلز اللي احنا اللي قلنا عليه. تعال يا سيدي نخش العنوان اللي بعد كده، بيقول لك ذا كبسول اوف شولدر. اول ما تسمع كبسول افتكر الكلمه دي من مهند، انا شد انت ترخي، انت تشد انا ارخي. انت بتهزر بقى مهند ولا ايه؟ لا لا انا بكلمك بجد، وانت قاعد في الامتحان مش هتفتكر الكلمه اللي بقول لك عليها دي، انا شد انت ترخي. يعني ايه؟ يعني الجوينت كابسول دي كاتب لك كلمه لاكس، يعني ايه؟ يعني متراخي. طب والتراخي ده بيعمل ايه؟ قال لك انه بيسمح بايه يا سيدي؟ بجريتر موبيليتي. ما هو بالعقل كده، واحد متراخي، المتراخي ده يا الكبسول ده متراخي، فبيسمع بحركه بشكل كبير قوي قوي قوي. طيب وقسمنا الكبسول دي لنوعين، قال لك يا سيدي في نوع بيكون السينوفيال ارسيس بيكون سمول، وفي نوع السينوفيال ارسيس بيكون لارجر. النوع الاولاني الانتيرو كبسول فيه بيكون ثيك سميك، طب واللي تحت بيكون لس اقل سمكا. يعني اوريها لك هنا الكبسولة يا باشا، سوري فين البوينتر؟ ادي يا سيدي الكبسول اللي انا بقول لك عليها، ادي كده الكبسول، وادي اللابرم اللي انا بقول لك عليها اللي هي بتمثل الشفه بتاعتها. ايه الشفه بتاعتها؟ هوريها لك هنا على الرسمه دي، حلوه برضو اهو، كاتب لك هنا اهي، ثواني اجيبها لك اكتبها لك اهو، كلمه كبسول اهي، ايه هو بيشار عليه؟ ادي الكبسول. اول ما افتكر كلمه كبسول في الامتحان اشوفها، افتكر كلمه، افتكر الكلمه دي من مهند، انا شد انت ترخي، انت تشد انا ارخي. تعال بقى نشرح نقول ايه. بيقول لك يا سيدي الجيلينيو هيومر الكبسول ده، الكبسول بتاعه بيكون برضو لارج وديورنج لاكس، اثناء عمليه التراخي دونت ليميت موفمنت، لا يحد الحركه، لا يحد الحركه. ما طبيعي هو ايه يا دكتور؟ هو متراخي، فمتراخي فيسمح ايه؟ بالحركه، فبيعمل وايد رينج اوف موشن. شايف كل الكلام بيدور حول كلمه ايه؟ انا شد انت ترخي. طيب مين اللي بيرخي؟ اللي بيرخي الكبسول. طيب ومين اللي بيشد؟ الشولدر. لما الشولدر يكون ابروتشنج كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الكبسول يبقى تايتنج، يرخي، يهدي الحال. طيب ولما انا اشد وانت ترخي يحصل ايه؟ يحصل توازن. فبيقول لك حتى كاتب ايه؟ يقول لك اكسرت ستابيلايزنج رول، هو ده اللي بيعمل توازن، واحد يشد التاني يرخي، واحد يرخي التاني يشد. لكن لو انا شديت وانت شديت هيحصل مشكله، لو انا رخيت وانت رخيت هيحصل برضه مشكله. يبقى اول ما تسمع كلمه كبسول افتكر انا شد انت ترخي، او افتكر كلمه لاكس. طيب ولما يرخي يا سيدي ايه اللي يحصل؟ ببساطه كده ما انا قلت لك يحصل استابيليتي، يحصل استقرار، ويمنع ايه؟
يمنع ان الهيد يحصل فيه فريكشن مثلا لا قدر الله، او يحصل فيه اي مشكله. وان الكبسول طبعا بيقول لك نفس القصه، بص عمال يجي كل الباراجراف الطويل العريض ده في عندكم في الكتاب بيدور حول كلمه انا شد انت ترخي، او بيدور حول كلمه لاكس، او بيدور حول كلمه الاستابيليتي اللي بيقوم فيه بالنسبه للشولدر جوينت. وبيقول لك كمان ان هو بيكون الكبسول ده بيقول لك بيربرسبشن افرين. طبعا واحد زي حالتي كده لسه مخلص مدون سي ان اس، فانا ممكن اكلمكم عن السنس ده يعني باستفاضه، انا شايل كتير منه قوي يعني. فهو بيربرسبشن افرين دي اللي هو يقصد بيها اللي هو بيقصد بيها البوزيشن والموفمنت سنس الاحساس يعني. وافرنت بقى افرنت دي اللي هو الريفلكس، ما اعرفش انتوا خدتوا الموضوع ده ولا لا في الفسيولوجي، ان السنس الريفلكس بيكون ازاي يا سيدي؟ بيقول لك بيتكون من كلمه سراسير، لو انتوا عايزين يعني تعملها لكم اقولها لكم كده على السريع كده يعني، عشان مش هكتبها هقولها كده. صراصير، اس ستيمولس، ار ريسبتور، ايه افرين. هو ده اللي انا بتكلم عليه في الاحساس اللي انا بتكلم عليه اللي هو بيرسبشن، اللي هو ايه، اللي هو البوزيشن والموفمنت. طبعا ده بيساعد النيرفز لما يكون في اتصال عصبي محترم كده، اللي يحصل يمنع افويد ديسلوكيشن، يمنع ان يحصل ايه ديسلوكيشن. الحته دي مهمه، وعامل لكم عاملها لكم بلون مختلف. بيقول لك كبسول اكسبت، تيجي الحته دي ام اس كيو بقى. ام اس كيو دي انفير سيرفيس، السطح السفلي بتاعه والجزء السفلي رينفورسد باي روتيتور كاف ماسلز، اللي انا وريتها لكم كده ان هي دي اللي بتحكم عليها اللي هي روتيتور كاف. طيب وايه ايه تاني كاتب يا سيدي؟ بيقول لك ان في ليجامنت ترانزفيرس هيومر ليجامنت وكوراكو اكروميال، كل الكلام ده انا هشرحه لكم في السلايد بتاعت الليجامنت موجوده يعني في كل واحد. طيب لسه هشرحها لكم مش دلوقتي. بعد كده كاتب يا سيدي بيقول لك الساينوفيال ممبرين لاينز ذا انر سيرفيس اوف سوري اوف جوينت كبسول. تعالى اوريك يا سيدي الساينوفيال موجود هنا، اهو بص 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 مين، ادي الساينوفيال فلويد. الساينوفيال فلويد ده مين لمين؟ للممبرين. فهو ده اللي بيتكلم عليه، بيقول يا سيدي بيقول ان الساينوفيال ممبرين ده لاينز انر سيرفيس، السطح السفلي للكبسول. اللي انت بقيت شاطر اول ما تفتكر كلمه ايه، انا اشد انت ترخي، انت ترخي انا اشد. وده طبعا بيمنع يا سيدي التراخي ده، قلت لك ان هو بيمنع يحصل ايه الحاجات الوحشه كلها اللي زي ايه، يحصل ديسلوكيشن، يمنع يحصل ديسلوكيشن، يمنع يحصل فريكشن، يخلي فيه استقرار كده وليونه في الحركه. طبعا انا جايب لكم الصوره دي، حاسس ان انتوا تعبتوا وانا كمان تعبت. المحاضره معلش طويله شويه، بس انا بقدر المستطاع حاولت اجيب لكم ديجرامات كتير واقلل الحشو شويه في الداتا عشان الكلام يكون واضح وتكونوا متخيلين الموضوع. والله انا تعبت في ان اجيب الديجرامات دي كتير بصراحه، بس معلش عشان ايه الدنيا تكون واضحه بالنسبه لكم. تعالى يا سيدي نخش في العنوان اللي بعد كده، البرسل. اول ما تفتكر كلمه بيرسا افتكر كلمه ياما في الجراب يحاول. يعني ايه بيرسا؟ يعني جراب. من الاخر كده عشان الكلام يبقى واضح، يعني ايه؟ يعني ساك لايك. طيب هو عباره عن ايه، بتتكون من ايه؟ بس عشان مراحة علينا مؤنث، هي البيرسا دي عباره عن فايبرز، شيز فايبر غطا يعني غشاء مكون من فايبرز شبه الجراب. طب والجراب ده حلو، حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه. ليه؟ لان هو بيمنع يحصل فريكشن. فريكشن يعني كسر، يعني مشكله في الشولدر جوينت. طيب موجوده فين؟ موجوده في حتت كتير قوي. جايب لكم بقى بصوا، يعني انا مش حرمكم من حاجه. تعالوا يا سيدي بص هوريك كل كلمه هو كاتبها. بيقول لك ايه؟ سب اكروميال بيرسا. تعالى بص مش هحرمك من حاجه، اهو سب اكروميال بيرسا. مشاور على فين؟ بص كلمة صب يعني تحت، أكروميال يعني تحت الأكروميال، يبقى أنا ما غلطتش عليك، يبقى أنا ما ضحكتش عليك، يبقى هو تحت الأكروميال. أدي الجراب الأولاني. كاتب العفريت ده يا سيدي بيقول لك إن هي دكتور بتكون بتمنع حدوث الفريكشن تحت الدلتويد ماسل وبروموتنج فري موشن اوف روتيتور كاف تندون. يعني ايه؟ يعني ان هي بتمنع حدوث فريكشن تحت الدلتويد ماسل، وبتحفز بتكون فري موشن حركه بشكل حر يعني بالنسبه للتندون للروتيتور كاف ماسلز، الروتيتور كاف تندون. تعالى اوريك فين الدلتويد ماسل، فين الدلتويد
هوريها لكم. ادي الدلتويد ماسل وادي البرسا اللي قلت لكم عليه. عشان كده انا قلت لكم ايه، ان هي تحت الدلتويد ماسل، وبتمنح وبتسمح بحركه لمين 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 في الدرجام اللطيف ده، للروتاتور كاف. يبقى انت اول ما تفتكر كلمه سب اكروميال بيرسا، افتكر ان هي تحت الاكروميال، فان هي بتمنع حدوث فريكشن تحت الدلتويد ماسل، وبتحفز وجود حركه بشكل حر بالنسبه للروتاتور كاف تندون. تعالى يا سيدي نخش في البيرسا الثانيه، العنوان الثاني كاتب ايه؟ سابس، او الجراب الثاني سابس كابيولار بيرسا. تعال ببص هو بالدياجرام، الدياجرام يسهل الكلام اهو. دكتور تعالى ترجمها لي. حاضر. صب يعني تحت، سكابيولا يعني سكابيولا، يعني تحت السكابيولا. ما كدبتش عليك، جراب اهو تحت السكابيولا. تعال نشوف، تعال نشوف هو كاتب عليه العفريت ده. كاتب ان هو يا سيدي ريديوس تير، تير يعني تمزق في التندون اثناء حركة الشولدر جوينت. نفس القصة البيرسا بتمنع زيها زي حاجات كتير تانية، قلت لك انها بتمنع حدوث الفريكشن، بتمنع حدوث الديسلوكيشن، بتمنع الجراب ده كده يخلي فيه ايه؟ يخلي فيه وقلت لك انها كمان بتتكون من فايبرز، سبحان الله، يعني بتتكون من الياف كده شبه الجراب، فبيقول لك انها بتكون ساك لايك. يبقى انا اول ما دماغي سيستم كده، سيستم انا ماشي عليه، اول يا دكتور ما افتكر كلمه بيرسا افتكر كلمه ياما في الجراب يحاول. يعني ايه؟ يعني البيرسا دي عباره عن جراب بتمنع حدوث الفريكشن، وقلت لك الاماكن بتاعتهم وفرجناها في الدياجرام. كلمه لابرام ما بتسيرش مشاعرك الكلمه دي كده، لابرام ده مهند قالها، لابرام يعني شفه، صح كده اهو اهو. اللابرام بتاع الجيلينويد كافيتي، بتاع الجيلينويد فصه، حلوه دي ودي حلوه. حاج دي حاج محمد، حلو. ليه؟ ايه الحلو فيها؟ ايه فايدتها يعني يا سيدي؟ بيقول لك شوف الكلمه المهمه اللي كتبها، بيقول لك فانكشنال ديبث. يعني ايه؟ يعني بتزود الديبث، العمق بتاع الجيلينويد فصه، ولما يزيد العمق يا حلوين اللي يحصل؟ الهدف الاسمى الاستابيليتي، الاستقرار في الحركه، اللي انا اساسا عمل المحاضره دي عشانه، الاستابيليتي. واللي انا اساسا لما بيحصل لي مشكله فروزن شولدر ولا كابسولايتس ولا بيرسايتس ولا اي ولا وات ايفر، بروح للدكتور يعالجه عشان اوصل للاستابيليتي. عشان اوصل لمين؟ عشان اوصل للاستقرار. تمام كده حلوين، تمام. طيب بالعقل كده، اللابر مش موجوده، الاستابيليتي يقل. ده مش محتاجه ان انت تحفظ، دي محتاجه ان انت تشغل دماغك، يعني واحد عنده ربع دماغه هيقول الكلمه دي. طيب وايه يا سيدي اللابرم؟ زي حاجات كتير تسمع عنده عند الناس اللي تكبر، يقول لك ده عنده خشونه في المفاصل، عنده خشونه في الرقبه، عنده خشونه، عنده مشاكل الايدجنج لما بيكبر السن. اللابرم دي اللي بيحصل فيها تدهور، بس بيقول لك ان هو كلير. يعني ايه؟ يعني مش كبير قوي، مش كبير قوي، ده معناه يا دكتور. فحتى كتب لك هنا بارادوكسيكالي اللي هو بشكل متناقض، يعني على الرغم ان ممكن يحصل فيها تدهور، بس التدهور ده مش قوي 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 الا ان هو يخلي اللابرم دي نون فانكشنج. لا هو في وظيفه، بس هي الوظيفه حصل فيها اختلال كده، هي بتقوم برضو بدور الاستابيلايزنج رول بتاعها ريجاردلس، بغض النظر عن الاجر، بغض النظر عن العمر. هو بتتاثر، بس مش تاثر كبير قوي يعني، لا هي بتقوم بوظيفتها، بس بتكون ايه يعني قليله شويه، مش زي مثلا واحد عنده 20 سنه، واحد عنده 70 سنه. ده هو اساسا دي حاجه لوجيك كده، حاجه في الجسم كده اساسا. كل ما الجسم يكبر، وانتوا عارفينها مش في اللبن بس يعني، ده في كل وظائف الجسم بيحصل ايه؟ بيحصل فيها اختلال، او بتقل، او بتكون فرص الاصابه كبيره. ماشي يا شاطرين، ماشي. برضو نفس القصة، ادي البيرسا اللي قلت لكم عليها، ادي الساب اكروميال بيرسا، ادي الساب سكابيولار، برضو دياجرامات بحاول اوضحها لكم، واحاول ان اخلي في عندكم فوتو ميموري. بخلي بصوا البتاع دي تحفة والله، سبحان الله. بصوا يعني وفي انفسكم افلا تبصرون. ادي يا سيدي الساب اكروميال، ادي الخضرة دي، ده ساب كاركويد بيرسا، ادي السب دلتويد بيرسا، سبحان الله، تحت الدلتويد مسل، سب سكابيولارز اللي هي بالعلامه البينك دي،
وادي اللبرم اللي قلت لكم عليها، بص اهي اللي هي الشفه، بص كاتب هنا اهي سوبير بارت اوف لابرم اهو، اللي هو ايه الشكل الجزء اللي فوق بتاع الشفه، الجزء اللي فوق بتاع مين؟ بتاع اللابرم. وادي يا سيدي نفس القصه، دايجرامات الهدف منها ايه؟ جايب لكم كل الكلام ده عشان انت كل كتر من كتر ما عيد الكلام، الكلام يثبت في دماغك. ادي الدلتويد ماسل، ادي الساب اكروميال، ما بتعملش فريكشن في الدلتويد ماسل وبتعمل فري موشن للروتيتور كاف تندون، بس مفيش حاجة تاني. يبقى كده ايه الدياجرام ده خلص. اخر عنوان فيه يا سيدي عشان نتكلم، عشان انتم تعبتوا بصراحة. بص يا سيدي، بالنسبة للليجامنت اللي هي ايه، اللي هي الاربطة بتاع الشولدر اللي احنا بنتكلم فيه، بيقول لك ان الشولدر جوينت كابسول ده is formed by this group of ligament. الليجامنت دي بتوصل مين بمين؟ احمد محمد ومصطفى اللي انا قلت لكم عليهم من اول بتاع الهيومرس والجلينويد فوسا، ماشي. وبيقول لك ان ده مين سورس، ده المصدر، مصدر اساسي للاستابيليتي، استقرار الجوينت، استقرار المفصل، وتمنع نفس الحدوته اللي انا بتكلم عليها، تمنع حدوث الفريكشن، تمنع حدوث الديسلوكيشن. طيب وبيقول لك ان ده اكت تو ستابيلايز، بتعمل كاستقرار للانتيرير اسبكت اوف جوينت، بشكل يعني متخصص شويه بتشتغل على الانتيرير اسبكت اللي هو الجانب الامامي من الجوينت. طيب تعالى يا سيدي نتكلم على اول ليجامنت، كاتب ايه؟ كاتب كوراكو هيومرال. استنى 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 كده، هو كاتب هنا بيقول لك كوراكو هيومرال، يعني ايه دي يا مهند؟ انت فاكر كوراكويد بروسيس؟ يبقى وهيومرال، يبقى من اسمها يبقى عند الكوراكويد بروسيس والهيومرس. تعال ندور عليه في الرسمه الخطيره الجميله دي اللي انا حطيتها لكم، عشان يعني مش كاتب لكم حتى كلام كتير، الداتا كلها، عشان هي الرسمه دي هتوضح كل حاجه. اهو بيوصل من بين مين ومين؟ الكوراكويد وال بتاع ده الهيومرس. بيقول لك ايه بقى في الكتاب؟ كاتب سبورت ذا سوبير بارت اوف جوينت كابسول. طب بذمتك دي حاجه انها تتحفظ؟ هو انت مش شايف من الرسمه كده ان هي اساسا فوق في السوبير بارت، في الجزء العلوي للجوينت، يبقى دي محتاجه انها تتحفظ؟ دي محتاجه ان هي دياجرام كده احطه لكم ونشرح عليه، ويبقى فوتو ميمور عندك وتبص عليه كذا مره، خلاص انت ذاكرته، مش محتاجه ان انت تحفظها يعني. كاتب ايه يا سيدي تاني؟ بيقول لك ترانزفيرس هيومرال ليجامنت. تعالى يا سيدي ندور لك على الترانزفيرس هيومر ليجامنت، اهو موجود في اهو يا شيخ، اهو يا سيدي، اهو الترانزفيرس هيومر ليجامنت. تعالى يا سيدي نكاتب، هو كاتب ايه؟ بيقول لك ذا ديستنس بتوين تو تيوبركلز اوف هيومرس. ده سحر ولا شعوذه؟ ما هو بالدياجرام يسهل الكلام. ايه تو تيوبركلز؟ الليزر تيوبركل اهو، اسف الليزر تيوبركل هنا، وادي الجريتر تيوبركل. بيقول لك ان الليجامنت ده بيوصل ما بينهم، بيقول لك تو ديستانس بتوين التو تيوبركلز دي. طيب وايه كمان يا دكتور مهند؟ بيقول لك ان هو بيقول لك ات هولد ستندون اوف لونج هيد اوف بايسبس. بالكلام بالدياجرام الدنيا هتبقى واضحه. بص بص كاتب ايه؟ ادي التندون اوف لينج اوف لونج هيد اوف بايسبس اهو، البايسبس اللي هو ده يا شباب، اجيب لكم لون تاني يعني، ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ احنا عندنا اهم منكم، عشان اوضح لكم اللونج هيد اهو، ده كده اللونج هيد. فبقول لك بيعمل هولدنج ليها يعني، فين 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 يا باشا؟ في الانتر تيوبيركولار جروف، الانتر ايه؟ تيوبيركولار جروف، اللي هو الجروف ده كده يا شباب. فهو ده الترانزفيرز ليجامنت اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى هو من اسمها كده بالراحه كده نصلي على النبي، والكوراكو هيومرال موجود بيعمل ايه؟ بيعمل ستابيلايزنج للسوبر بارت من اسمها، والترانزفيرس هيومرال بيكون بيوصل ما بين التو تيوبركل بتاع القصه اللي احنا بنتكلم فيها، بتاع الهيومرس يعني. طيب تعال نخش على الليجامنت اللي بعديه. كاتب كاتب الراجل ده كاتب كوراكو كلافيكولار. تعالى هنا اهو كاتب كوراكو كلافيكولار، تعال ندور اهو، لا سحر ولا شعوذه، في شعوذه في اللي انا بقوله ده؟ مفيش. كوراكويد بروسيس من اسمها والكلافيكال اهو، هو ده
هو ده الليجامنت اللي احنا بنتكلم عليه. طيب الليجامنت ده بيتكون من ايه؟ بيقول لك كاتب لك بقى نوت بوك كده لطيفه ان هو بيتكون من ترابيزويد وبيتكون من كونويد ليجامنت، بيتكون من اتنين ترابيزويد ومن كونويد ليجامنت. تمام. تعالى يا سيدي نتكلم في الليجامنت الخامس اللي احنا بنتكلم فيه. كاتب ايه هنا؟ كاتب اكروميو كلافيكولار. ده سحر وشعوذه. لا يا حبيبي مش شعوذه، ادي الاكروميون وادي الكلافيكل، ما بينهم مين؟ ما بينهم مين؟ ما بينهم اهو اكروميو كلافيكولار، كل له نصيب من اسمه. كل له، يبقى ده متسميه على ايه؟ على اسم. كاتب الراجل العفريت ده، كاتب ان ده بيحصل بيعمل منتين للكلافيكل ريليشن تو سكابيولا افادكم لايس امام الدياجرام واضح. زي هاف سيجنيفيكانت سترينث بات لارج فورسز، عندها قوه بات لارج ذات يعني دفع كبير او قوه كبيره، يعني ان هو حتى بيقول لك هاي انرجي فول، عندها طاقه كبيره. كان رابشر ذيس ليجامنت از بارت اوف ان اكروميو كلافيكولار سيفير، لو حصل سيفير انرجي في النيرف اللي احنا بنتكلم فيه هيحصل طبعا اللي هو ايه، هو معناه ايه؟ معناه ان لو ان الليجامنت ده فيري سترونج يا شباب، سترونج، فلما بيحصل فيه انجري بيحصل رابشر في الليجامنت اللي احنا بنتكلم فيها اثناء الانجري للنيرف. وطبعا لما عشان النيرف ده عشان الليجامنت ده كبير يعني بيحصل بيحتاج ان هو يبقى سيرجيكال ريبير، نعمله عمليه جراحيه نصلح بيها الرابشر اللي حصل. تعالى نتكلم على اخر ليجامنت عندنا، كوراكو اكروميال ليجامنت، كل له نصيب. هو ده اقولها بقى 100 مره، كوراكو كوراكويد بروسيس من اسمها اكروميال اكروميون. تعالى ندوس اهو اهو من اسمه كده، مين اهو يا سيدي اهو اهو عمال اشاور لكم عليه 100 مره اهو. بيوصل ما بين مين ومين؟ ما بين الكوراكويد بروسيس وما بين الاكروميوم. بيقول لك ده ذا بس كده ذا اذر ميجور ليجام، طبعا في ليجام تانية يعني، بس هو بيقول لك دول اهم حاجه. الادام بيدنا يا شباب، الله اكبر الله اعظم، دول اهم حاجه يعني. طبعا الهدف الاسمى ليهم ان هو ايه؟ ان هو إيه؟ يعمل بريفنتنج للديسبليسمنت، يعمل بريفنتنج، يمنع الديسلوكيشن، يمنع الرابشر، يمنع ان الحركه يكون فيها شيء مش طبيعي. وده من رحمه ربنا بينا كل ليجمنت وكل الحاجات دي، واحنا نعرف الحاجات دي كلها وندرسها ونفتكر حاجه واحده بس، ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول وفي انفسكم افلا تبصرون. الرسمه دي لطيفه قوي برضو، بتوضح الليجمنت اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ايه. هو ده كده يا شباب، ده اهو اهو الكوراكو اكروميال ليجمنت. الكوراكو ايه حلوين؟ الكوراكو اكروميال ليجمنت اللي بيوصل ما بين مين ومين؟ الكوراكويد بروسيس والاكروميوم. طبعا انتوا في اخر المحاضره يعني دقنكم كبرت بسبب الراجل ده، يعني الواحد دقنه اكبر بسبب المحاضره هي كبيره شويه معلش، بس ان شاء الله تكونوا سعداء زيه كده، سعداء زيه كده، عشان يعني جبت لكم ديجرامات كتير وحاجات كتير. هحاول كده يعني ايه اجري كده في المحاضره بحيث ان انا اوضح الديفينيشن بتاع الريزم ده، ان هو الهدف الاسمى حركه منه طبيعيه، التو موشن بتاع كومبوننت اسود وستر. خلاص وانت عرفت الاختصار، حصل يا سيدي حصل انجري في اللونجو توراتيك نيرف، انت عارف انه هيحصل الروتيتور كاف ديس اوردر، وخلاص انت الفروزن شولدر عرفت ان هو لو ما بيحصل بيقول لك نوت فول موشن كان بي مش تبقاش موجوده، الريزم ان هو بتكون 3 دي يعني، وان هي لو حصل فيها مشكله فبتكون الريزم ديستربد ويحصل سبستويشن اكتنج. وادي الجدول اللطيف اللي احنا اتكلمنا فيه، وعرفت بالنسبه للانجلز بتاع الشولدر هترسم الرسمتين اللي انا قلت لك عليهم، الرسمتين الخايبين دول، ومالكش دعوه بالباراجراف الفظيع اللي هو كاتبه ده. تمام. جيليني هيومرال جوينت، هفتكر يا دكتور وانا بكتب كده في الامتحان ان الكلمه دي الزغلول الكبير، الزغلول الكبير بتسمح باللارج رينج اوف موشن، وان في دايناميك ستابيلايزر وفي ستاتيك ستابيلايزر، واتكلمنا بالتفصيل عن الدايناميك والستاتيك. الاسكابيولا ان هي دي الوحيده ان هي بتكون اتاشد، بتكون موصوله بالثوركس من خلال ليجامنت اتاشمنت، وعرفنا ان المسل سيرتس انتر والقصه. الكبسول بتاع الشولدر، انا شد انت ترخي، افتكر كلمه لاكس، افتكر كلمه ان الانفيرور سيرفيس بيحصل لها رينفورسد باي روتيتور كاف.
البيرسا ياما في الجراب يحاوي الجراب اللي احنا بنتكلم فيه، وقلنا على الاماكن لابرم اللي هي الشفه لو حصل فيها مشكله بيحصل انستابيليتي، يعني ما بيحصلش في الاستقرار اللي جا متكلمنا عنه بشكل مفصل وبوضوح وكل حاجه، ووريتكم في الدياجرامات كتير جدا. اتمنى والله العظيم ان انتم تكونوا استفدتوا انرتم واستنرتم، ونكون وفدتكم ولو بكلمه او حرف حتى باللي انا قلته ده، اكون انا سعيد قوي. اتمنى لكم التوفيق والسداد، واتمنى لكم ان ربنا يكرمكم ان شاء الله في امتحاناتكم، وادعوا لنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. وانهي معاكم بقول الشاعر: تعلم العلم وقع تحفظ افكار النبوه، فالله قال: